مرحبا. مثل ما انتم عارفين دخل الجو البرد، فأحلى شيء بالبرد المشروبات الساخنة. هلا حاعملكم مشروب ساخن بيشبه المهلبية، لو زدنا له النشا شوي بيصير مثل المهلبية، ولو خففنا له النشا رح يصير مثل مشروب كتير طيب. تعالوا سوا نشوف كيف رح نعمله. أول شيء رح استخدم أنا ستيفيانا، تمام، لحط 3 زوف. إذا بتستخدموا سكر عادي، طبعا السكر بتحطوه على حسب ما انتم بتحبوا، ممكن يضل معلقتين سكر عادي بالمعلقة بسكيل. تمام، هلأ لحط معلقة ونص نشا تقريبا، بتحبي تقيل شوي ممكن تضيفي معلقتين نشا. لحط 2 كوباية حليب، الكمية هاي رح تعملي تقريبا حوالي 2 كوباية. لحط 2 كوباية حليب، ولحط هلأ شوية مزهر كمان على حسب ما بتحبوا على قد الطلب. أعطيني بس نكهة، ورح ذوبهم قبل ما أولع النار علشان النشا ما يكتل معي. تمام، بس شوف النشا داب رح ولع النار تحتهم. بعد ما ولعت النار رح نضل نحرك لحد ما يحسوا تقل معنا. تمام، بلش يعمل فقاعات، رح نضل نحرك عشان ما يكتل معنا. تمام، بتعرفوا بجو البرد حلو المشروبات الساخنة، تابعوني لنعمل مع بعض كذا نوع. شوف كيف بلش معنا الجمد بيصير مثل الكريمة. أنا طبعا خففته شوي لأنه مثل ما قلت لكم بدي إياه مشروب. لو حبيتي أنت مهلبية ممكن تزيدي بس النشا بيجمد معك مثل المهلبية. تمام، رح أنطر عليه بعد شوي. وهيك صبيناهم صاروا جاهزين عنا، رح نحط لهم شوية فستق حلبي على قد ما بتحبوا. وهيك صاروا عنا جاهزين للشرب. ويعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، والله معكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس.